Si me podía traer una familia para poder no cerrar las escuelas. Estoy satisfecha porque se ha integrado. Para el pueblo ha sido mejor, una gran mejora. Todos son del pueblo, son muy cariñosos, muy acogedores. السلام عليكم مشاهدي الكرام. خوتي ما غادي نشارك معكم واحد الخبر اللي مناقلاه جميع الصحف هنا في اسبانيا، واللي هو خبر مفرح لعدد كبير ديال العائلات هنا في اسبانيا اللي ما لاقيين لا سكن لا عمل. رئيسة بلدية واحد المنطقة زوينة هنا في اسبانيا يعني تطالب السكان، كتقول بان بغات السكان يجيو يسكنوا عندها وتعطيهم السكنة بالمجان، زائد انها تقلب لهم على العمل. وغادي نوضح لكم كل شيء بالتفاصيل الخوت، شكون هي هذه الفئة ديال المهاجرين وبالضبط هي بغات مهاجرين، وشكون هما الفئة ديال المهاجرين، وشنو الشروط اللي خصها توفر فيهم باش ان رئيسة البلدية تعطيهم السكن وتدبر لهم على العمل في واحد المنطقة زوينة وكلها طبيعة هنايا في اسبانيا. فلذلك الخوت غادي نوضح لكم في هذا الفيديو التفاصيل. اللي باقي ما مشتركش في القناه يشترك، فعل زر الجرس باش يوصلكم الجديد. ما تبخلوش علينا باللايكات لتشجيع الفيديو على الانتشار، ونبقى نجيب لكم في هذه المواضيع. واذا نبداو على بركه الله بهذا الخبر هذا اللي هو مفرح كما قلت لكم لعدد كبير ديال العائلات. عده جرائد رسميه تتناقل الخبر، ومن ضمنها جريده البايس اللي هي جريده كبيره هنا في اسبانيا. نخليكم مع الروبورتاج ونرجع نوضح لكم. رئيسه البلديه ديال هذه المنطقه تطالب عدد كبير ديال المهاجرين من هذه الفئه، ماشي كلشي واحد الفئه، ورجع نوضح لكم. شوفوا الروبورتاج هنا معكم. Si me podía traer una familia para poder no cerrar las escuelas. Estoy satisfecha porque se ha integrado. Para el pueblo ha sido mejor, una gran mejora. Todos son del pueblo, son muy cariñosos, muy acogedores, muy... Pero tengo una vecina que siempre se quedará clavada en el corazón y en la cabeza. Siempre existe el típico comentario de la gente que a veces... Se piensa que culturalmente esas personas no construyen. No hay que ser, yo pienso que ni racista, ni porque son personas igual que nosotros, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Lo que tratamos es de llevar personas o familias al medio rural a través de ofertas de trabajo. Cuando ya encajamos el perfil, hacemos una visita previa donde pues, ambas partes se conocen y si ambas partes están de acuerdo, pues ya se procede al traslado. Es muy importante que la gente que vive en el medio rural, los nativos que se puede llamar, los que han nacido allí, tengan muy en cuenta lo principal que es para ellos que vengan nuevos pobladores. Interesa sobre todo de un pueblo muerto hacer un pueblo vivo. نعم الخوت كما شفتوا في الروبورتاج، رئيسة المنطقة ديال هذه البلدية اللي هو واحد البويبلو واعر وزوين وكله طبيعي، اللي هو سميتو بيسيدو، اللي هو جا في منطقة أراغون، هو كامل طبيعة وبويبلو واعر والناس ديالو مرحبة. فهاد البويبلو هذا السكان ديالو اللي ما كيتعداوش 130 فرد اللي كيعيشوا في هذا البويبلو، اللي فيه السكن فيه المدارس فيه كل شيء، فقط ما فيهش الناس، ما فيهش، هربوا منه وما بقاوش الناس رجعوا ليه. لذلك رئيسة البلدية باغا ترجع الحياة والحيوية لهذه المنطقة هذه، واستغتات الصحف الرسمية الإسبانية ومن ضمنها جريدة البايس اللي عنوانات هذا الفيديو هذا اللي كيستغتوا به السكان باش انه يجيو فئات ديال المهاجرين يعيشوا في هذه المنطقة. لكن شكون هي الفئات؟ ماشي كلشي خصو يمشي. كما نشوفوا الخوت جريدة البايس كتقول لك ايميغرانتيس بارا سالبار لا اسبانيا كي سي مويري، يعني العنوان واضح ان لهاد المنطقة ولهاد البويبلو كيطلب مهاجرين باش يردوا الحياة لهاد المنطقة ويردوا الحياة لهاد البويبلو اللي اصبح عديم الحياة. 130 اللي كيسكنوا فيه كانهم اشباح، يعني حتى المدارس غادي يسدوا، يعني فقط كاينين شي 4 ديال التلاميذ ولا 5. داك 130 اكثريه ناس كبار، ولادهم كاع هربوا. فرئيسة البلدية قالت شنو خصني ندير؟ خصني نستغت بالصحف ونحط الشروط ديال الناس اللي بغيتهم يجيو يسكنوا هنايا، هما من فئة ديال المهاجرين، وتكون يعني يكونوا موفرين على أسرة، يعني ما تجيش غير مرا بوحدة ولا غير بنت تمشي ولا غير الشاب اللي يمشي ويقول لهم أنا راه باغي نسكن هنا، غادي يرحبوا به. ولكن هما باغيين يعطيو الحياة. شكون هو اللي كيعطي الحياة لواحد المنطقة؟ هي الأسرة.
ان اب وام يمشيو كما شفتوا داك السيد المغربي. وبقى نجيب لكم ريبورتاج اخر ديال رمشه ومغاربه بالاسر ديالهم وبوليداتهم وفرحان بهم. المنطقه ديال بويبلو السكان ديال بويبلو فرحانين بهم كيستقبلوهم كانها الحياه كترجع لذاك البويبلو. زائد ان رئيسه البلديه قالت لك بان خص يكونوا اسره يعني يكون كيتكونوا من اب وام ويكونوا اما مقبلين على الولاده ماشي انهم رافضين الفكره ديال انهم يولدوا، لا حنا باغيين البويبلو يكونوا فيه اطفال يكون فيه تعداد سكاني اما يكونوا عاد غادي يولدوا ولا عندهم وليدات يعني في كلتا الحالتين. اما الناس اللي جايه ورافضه الفكره كيقولوا لا حنا ما بغيناش وليدات حنا بغينا غير حنا بجوج، بالنسبه للبويبلو غادي يرحب بهم ولكن ماشي داكشي اللي بغاو، ماشي هذا ما غاديش يعتق ليه من البويبلو من الموتى ولا من الانقراض، لا هما بغاو ناس اللي حافظوا على الاستمراريه ديال العيش في البويبلو، كلو ناس باغيين يخدموا في داك الخصائص اللي محتاجها البويبلو في الفلاحه في عده امور، من ضمنها تفتح واحد البار تما، باغيين ينوضوا الحركه في داك المنطقه. البلديه عندها واحد المبتغى وعندها واحد الرؤيه موجده، كيقول لك حنا عندنا السكن، السكن هو عندنا غير خاوي، يجيو الناس نعطيهم السكنه فابور بالمجان، ندبروا لهم على خدمه، فقط حنا بغينا الحياه ترجع. كما غادي نشوفوا الخوت في الروبورتاج الجاي ان واحد الاب مغربي من الجاليه المغربيه هز الزوجه ديالو اللي هو كيعيش هنايا وعنده الجنسيه الاسبانيه، هز الزوجه ديالو من برشلونه احسن مدينه ولا اكبر مدينه كما يوصفوها اللي هي برشلونه، سمح في ذاك المدينه ومشى لهذا البويبلو اللي جا في اراغون اللي هو بسيدو اللي هو في اراغون، مشى لتما ومشى عنده 4 ديال وليداته، والان البويبلو كامل ممتن ليه كيقولوا ليه اعتقسي لينا وليداتنا. كيفاش اعتق لهم وليداتهم؟ نخليكم مع الروبورتاج ورجع نوضح لكم لانه كان سبب في ان ما تغلقاتش المدرسه على ولادهم، ورجع نوضح لكم، خليكم مع الروبورتاج. Nos vamos a ir hasta la localidad turolense de Biciedo. Allí hace unos años la escuela rural corría peligro por falta de alumnos, pero gracias a una familia que decidió instalarse en el pueblo, ahora mismo tiene 6 alumnos y dicen que todavía pueden llegar más. Pilar. Sí, porque de cara a los próximos cursos se van a incorporar nuevos niños a la escuela de Biciedo y yo creo que estas niñas os las voy a presentar. Estos son Said y su familia. Aquí tenemos a Fida, Yasmina, Said y la pequeñica Salma. Y Kiltom. Que llegaron a Biciedo hace 3 años porque la escuela estaba, bueno, pues a punto de cerrar porque había muy pocos niños. El ayuntamiento, a través de la asociación CEPAIM, se puso en contacto con vosotros, os ofrecieron trabajo y vivienda y aquí estáis. Así es, porque yo estaba en Barcelona. Uh-huh. Bueno, ahora soy de Biciedo, español de origen marroquí. Pero él dice que es de aquí, de Biciedo. Sí, sí, de Biciedo, encantado de la vida. Con mis vecinos y ya digo, es una experiencia maravillosa. Bueno, vine de Barcelona porque me quedé sin trabajo cuando ha entrado España en crisis. ¿Y cómo es cambiar Barcelona por un pueblo de 130 habitantes? La verdad que yo soy de un pueblo de 10.000 habitantes y de una ciudad grande como Tánger, de Tánger a Barcelona. Y siempre me deseaba una experiencia de un pueblo así en pequeñito. Y claro, como me ha implicado con CIPAIM y lo dije que si sale un pueblo así para probar una experiencia y no me arrepiento, estoy encantado de la vida. Y me decías una cosa importante que, por supuesto, es necesario tener trabajo, que haya escuela, también cualquier tipo de servicio como la sanidad que es muy importante. عمل خوت كما شفتوا في الروبورتاج الثاني فعلا بان داك البويبلو هذه السنوات وكيقدم نداءات وفعلا مشاو بزاف ديال الاسر اللي هما من المهاجرين اللي موفره فيهم الشروط ديال اما عندهم وليداتهم او لا باغيين يولدوا. وشفنا الحاله مثلا ديال المهاجر سعيد لهم الجاليه المغربيه اللي هز 4 ديال وليداته والزوجه ديالو مشى كيعيش تما وفرحان بالهدوء اللي كاين تما بالطبيعه بالجو النقي بالدار اللي عطاوه يعني عايش فيها يعني بخير كبيره الى اخره، وليداته فرحانين. لكن انه كيحس بانه قدم واحد الحياه جديده لذاك البويبلو وجميع السكان ديال البويبلو كيشوفوه بداك العين كيقولوا له شكرا بسبب الوليدات اللي جبتي اللي هما 4، اعتقسي ان المؤسسه المدرسيه بان ما تسدش لان كانت غادي تسد المدرسه لان ما بقاوش فيها التلاميذ الاساسي اللي كيمشيو على 2 ولا 3 ما يمكنش. فهاد سعيد مسكين اللي مشى لتما عطاو واحد الحياه جديده، عطاو واحد الامال لذاك الاباء اللي كانوا ساكنين اللي ما بغاوش يسمحوا في البويبلو ديالهم، عطاهم امل جديد بان المدرسه ما غاديش تشد وغادي ترجع للحياه، ولادهم ما غاديش يمرضوا ذاك المرض الاكتئاب ولا ذاك الانغلاق لان ما عندهمش معاهم يدويو، لقاو وليدات جداد انهم كيدويو معاهم الى اخره. علاش رئيسه البلديه كانت ذكيه وبغات المهاجر لان معروفين المهاجرين في اسبانيا نسبه الولادات عندهم مرتفعه، الاسبان ما كيولدوش بزاف فالمهاجرين هما اللي كيولدوا بزاف، كيولد 2 3 4 يعني دائما كيديروا ذاك فاميليا
نيمو نيميروسا. لذلك البلديه ديال هذا البويبلو بغات هذه الفئه، هذه الناس اللي باغا تكاثر، الناس اللي باغا تعطي حياه لهذا البويبلو. فالبويبلو كيقدم لهم العمل وكيقدم لهم مساعدات في جميع الامور. لذلك يعني سعيد كان ممتن له جميع البويبلو، حتى هو ممتن البويبلو علاش قال لهم الحياه اللي لقيت هنا ماشي اللي كانت برشلونه، برشلونه وكاين البشر وكاين هذا، ولكن ما لقيتش داكشي اللي لقيتو هنا، داكشي اللي لقيتو هنا زوين بزاف، الراحه الطبيعه. وكتعرفوا هذا البويبلو راه كامل خضوره، معروف بالفلاحه، معروف بالقمح، معروف بتربيه المواشي، يعني بويبلو زوين زوين بزاف، الطبيعه اللي كيبغي الطبيعه والهدوء هذه المنطقه هذه راه مزيانه ليه. كيفاش الخوت غادي يسولوني بزاف كيفاش خصنا نمشيو، كيفاش نتصلوا، كيفاش نهضر الخوت. اي واحد يكتب السميه ديال البويبلو في جوجل، الناس اللي باغا اللي باغا دير اللي عندها اسره وباغا تمشي لديك المنطقه، يكتب سميه البويبلو كتطلع لكم سميه البلديه، كتتصلوا بالبلديه كتقترحوا عليها حنا رحنا اسره بغينا نجيو لديك المنطقه نسكنوا. راه شفنا واحد الروبورتاجات ديالكم دايزين في البايس وفي قنوات رسميه هنا في اسبانيا، بغينا باننا نجيو لك البويبلو، واش كاين شي مساعدات، واش باقي داك المساعدات اللي قدمتوها ولا اللي تكلمتوا عليها اللي هي السكن والعمل، واش باقي لحد الساعه او لا؟ لا اخوان بزاف غادي يسولوني واش خصو يكون عندنا ورقات، ما كانوش عندنا ورقات، هاد المعلومات هما ما ذاكريناهاش، ولكن لا اظن انهم يهتموا هما بهذا الامر، لان هما الهدف اللي باغين هما البشر، اما الوراق وداكشي راه كيمشيو ويجيو، يقدروا يساعدوا بنادم في الوراق الله اعلم، لا نعلم ذلك، لكن هما اللي باغين هو البشر هرب لهم من تما، السكان ما بقاوش في ديك المنطقه، هما باغين يردوا ديك المنطقه، باغين يردوا لها الحياه، لان قالوا عيب وعار نسمحوا في هذا البويبلو اللي عنده تاريخ اللي زوين، زعما ماشي شي بويبلو نقولوا قاحل ولا كذا، لا فيه الحياه ديال الخضوره، فيه الطبيعه. علاش الناس هربت منه؟ هربوا منه الاسبان، يعني ما عرفناش علاش شنو السبب، لكن النية ديال هاد الرؤساء اللي محكمين يعني في البلدية ولا السكان انه يرجعوا يعطيوا الحياة لهذا المكان هذا. وممكن الخوت بزاف ديال الاسر اللي كنشوفوهم كارب 800 ولا 900 ديال الاورو في شي مدينة مكرفس، بزاف كنشوف كيقول لك انا خدام ب 1000 الاورو وكارب 800، يعني كتبقى لي 200 الاورو كيخسرها في الماكلة وبالتقشف. يعني هاد الناس هادو من الاحسن اللي يمشيو بحال هاد البويبلوس هادو، يعني السكن غادي يكون غادي تعطالك، غالبا كتكون مساعدات يعني ديال الغذاء الى اخره تما في هاد البويبلو، لانهم الهدف ديالهم هما يكثروا، ماشي الهدف ديالهم يعني هي الباش هو الفلوس ولا هذا، هما باغيين يعمروا المنطقه. فانا كنصح بزاف ديال الناس اللي عندهم الحالات ديالهم ضعيفه في بعض المدن، ما قادينش يسيروا الحياه اللي ولات غاليه بزاف للكراء للمعيشه، انهم يتجهوا لحال هاد البويبلوات. لكن الخوت مشي تهز طوموبيل وتمشي، عيط اتصل خذ المعلومات اللي قريب لديك المنطقه، وبغى يضرب دويره تما ضرب دويره وشوف، عاد بنادم ياخذ القرار ديالو باش نكونوا يعني واضحين، لان كاين اللي عجبو الحال تما كاين اللي ما عجبوش. لذلك حنا كنقدموا المعلومه للجميع، وكما شفتوا راه جريده البايس اللي هي جريده كبيره هنايا ولها مصداقيه كيفاش تكلمت على الخبر، يعني بغات بالضبط مهاجرين كما شفنا في العنوان. اذا الاخوان نحبكم في الله، كان معكم اخوكم مصطفى البارودي، خليو لي الاراء ديالكم على هذا الفيديو، ما تبخلوش الخوت اللي كتبقيتي حتى لهنا، ما تنساش لايك والبارطاج اللي تاعهم الفائده. الى اللقاء.